ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خيرا لهم لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق ya Bapak dan Ibu hadirin, seluruh peserta yang kami muliakan, kita baru saja mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz